أنا عائلتي تتكون من 2 ولد قبلي صاروا. أبويا كلش يحب البنات وتمنى يصير عنده بنية، بس اجيت اني بعد 5 سنوات من دور الولد، فكان كلش مدللني. يعني اني صدق يعني هاي الحبيبة ابوها بالضبط، ابد ما يحرمني من شيء، وكل شيء اللي اريده يسوي لي اياه وينفذه، ومرات يقنعني باسلوبه. وحاول انه من انا صغيره انه يشوف لي فد موهبه معينه. انا تعلقت بالرسم، وهو هم كان يحب هذا الشيء، هو يحب الفن، ياخذني كان دائما المتنبي اطلع على اشياء الفن. فاني ظليت احب الفن والرسم، وظليت اتعلم شلون اطور الرسم مالتي، وظليت ادخل دورات بالاضافه للمدرسه. فكل ما اصعد مرحله اني اتطور بالرسم اتطور، كنت كل بالي انه انا في يوم من الايام راح اصير فنان. فحتى كنت اشارك بمهرجانات بالمدرسه بالابتدائيه بعدين المتوسطه، لحد ما انه وصلت للسادس الاعدادي. طبعا انا معروف انه انا راح اروح كليه فنون، وبابا كل هذه الفتره كان دائما ياخذني قلت لك المعارض اي شيء يصير اي ندوات فنيه اطلع، ويعني انا محبه لهذا الشيء. وبس راسمت له انه انا بعد الكليه راح اكمل ماجستير، كل هدفي انه حتى لو اطلع معدل عالي انه اكمل كليه الفنون وبعدين اروح ماجستير واصير استاذه. وهيك يعني كل يعني رغبتي انه هذا اكثر من انه اكون فنانه، لانه هواي اكو مجالي. فحسيت انه اني ما راح اتميز، وبابا مأيدني بهذا الموضوع. أكيد تأثر، لأن إحنا عندنا البنت من الطفولة راح تتربى على أطباع يعني شخص، تأخذ هذه الأطباع كلها تصير جذريا، يعني هي متربية عليها لحد لما تكبر هاي الأطباع راح تطبع بيها. فأكيد من تريد تختار شخص راح يصير اختيارها صعب، والاختيار إلها بالنسبة إلها راح يصير أو ناجح أو فاشل، لأن تريد المواصفات الرجل اللي تختاره نفس مواصفات أبوها اللي والأطباع اللي عند أبوها عند موجودة عند هذا الرجل. فهي ما راح تلقى كل الأوصاف موجودة عند هذا الرجل، فأكيد راح تعاني وراح تبدي عندها هاي المعاناة. وأكيد أغلبها هسه إحنا بهذا الوقت الزواجات تكون فاشلة، لأن هي هالقد ما متطبعة بوالدها شلون يتصرف وياها، شلون بحنيته وياها، شلون اكلت، شلون شربت، شنو اللي تريده، ما عندها شيء مرفوض عند الوالد، لان هي كبنت مدلله. الرجل لا يختلف، يمكن يوم ما عنده، يمكن على قد امكانيته، عنده اشياء ما يرضاها لا بتصرفها او بطلعتها او بلبسها، بهوايه امور. فراح يبدي راسا يناقشها مثل اني هذا ما اريد هذا ما اريده، هاي راح تصير صعوبه بيناتهم التفاهم، لان هي تريد الشيء اللي ببالها اللي ربت عليه. وهو يريد يعني كالحالة الزوجية، الحياة بالأخص الزوجية تختلف جذرياً عن البنية ببيت أهلها. هواية أمور راح تصير عندها جديدة، أنا راح أصير لازم مسؤولة عن بيت، مسؤولة عن رجال، راح أصير مسؤولة عن أطفال، هي ببيت أهلها كانوا أكو مسؤولين عنها. دخلت الكلية وطبعاً معدل عالي، وكلها استغربت أنا ليش يعني جاية يعني معدل عالي وجاية كلية فنون، لأن أنا رغبتي وأريد أدرس الفن. فخلال الكلية تعرفت على زملاء وزميلات وجروبات، ويعني حياة طبيعية ماكو أي مشكلة. هاي الفترة أبويا تعب، فصحته على قده، ظل مو هالقد يطلع وياي، يعني من أروح أني أروح يا أما ويا صديقة شي أروح. فشون اللي مكانه بقى فارغ بحياتي، من أروح المكان يعني هو ما موجود، من أجي أحكي له أو أخابره أقول له هيك بابا شفت هيك هذه، كلش تعب هو خطية. فشون اللي ظل عندي أني نفسيتي تعبت، لأنه ماكو شخص مقرب إلي مثل والدي. هاي الفترة دخل شخص لحياتي، طبعا انا تعرفت عليه على الفيسبوك، وما كنت لا هو دارس فن ولا شيء، هو اختصاصه ثاني، بس يشوف من النشر مالتي ويعلق وهذه محب لهذا الموضوع. فالتقينا والتقينا بمعرض، وكان كلش حاب الموضوع، يتعرف على الفن ويتعرف على هذا شنو الرسم، هذا واقع، هذا شنو يعني. هو شون قال انه علميني، انا احب هذا الشيء وراح اتعلم. فمن الفراغ اللي بابا تركه الي. هل ممكن الشهادة سواء كانت للرجل والمرأة تؤثر على الزواج، وممكن تؤدي إلى فارق طبقي بين الأزواج؟ اختلاف في المستوى الثقافي والاجتماعي والمهني بين الزوجين
ليس بالضرورة أن يكون سببا حتميا للطلاق، فهناك كثير من الحالات التي نشاهدها في حياتنا اليومية يكونون الزوجين نفس المستوى العلمي والثقافي ويعملان في نفس المجال، لكن مع ذلك تحدث خلافات وتؤدي إلى الطلاق. وبالعكس هناك حالات أخرى تكون مثلا كانت الزوجة معلمة والزوج منتسب، مع ذلك استمرت الحياة الزوجية ونجحت لأن الزوج لم يشعر بعقدة النقص، وكذلك كان كل همه أن الحياة الزوجية تستمر ويصير عندها أطفال، كذلك الزوجة لم تجعله يشعر بهذا النقص. وبالعكس هناك حالات يكون بها الفارق الثقافي والاجتماعي والمهني قد يكون كبير جدا بين الأزواج، كأن يكون الزوج متعلم صاحب شهادة جامعية والزوجة غير متعلمة، هنا سوف تحدث فجوة كبيرة جدا بسبب اختلاف في الآراء، في التفكير، في وجهات النظر، خاصة أنه الحياة الزوجية يتعرض الطرفين إلى عدة مداخلات بالحياة اليومية، كأن تكون اجتماعية، معيشية، اقتصادية، هذه تتطلب أن يشترك الطرفين في القرارات المصيرية المهمة. إذا بهاي الحالة أعتقد أنا كرأي شخصي مو المستوى الثقافي هو اللي، المستوى الثقافي يكون موجود لكن قد تنجح الحياة الزوجية أو قد لا تنجح، ما العلم هو الفرق موجود. المقياس والمعيار الأساسي هو القناعة والرضا، أي أن كل طرف يقتنع بالطرف الآخر بكل ما يتعلق به ويآمن به ويتنازل عن بعض الرغبات ويضحي، وبالتالي تنجح الحياة الزوجية. كما أيضا هناك مقياس آخر هو العاطفة واستمرار الحياة العاطفية وكيفيتها ودوامها، فأحيانا الشريك يعتبر العاطفة هي جانب مشرق لاستمرار الحياة الزوجية، والبعض الآخر لا يعتبرها وسيلة للسيطرة لأن يعتبر نفسه يتملك الطرف الآخر. إذا أنا كرأيي أنه الاعتماد يعتمد بنجاح الحياة الزوجية على القناعة والرضا والعاطفة. احنا بهذا يعني صراحة مجتمعنا صارت البنت أهم شيء عندها الشهادة وتقول لك الوظيفة بعد هي والراتب، رغم يعني حتى لو تاخذ زوج ميسور الحال أو حتى لو متخرج أو حتى لو دارس مثلها تقول لك لا أنا يعني تحس بشخصيتها، هي أنا وجودي بالتعيين وجودي بهذه شهادتي. فهي من أخذت هذه الشهادة ومشت مثل على نقول طريق الوالد والأهل والهاي ومحبة بهذا الموضوع، جائز يكون الرجل المتزوج غير مهنتها، أو جائز يكون عنده أكو رجال عندها غيرة ما تقبل يعني نسوانهم، مثل يقولك حتى لو خريجة وهاي هم حتى لو خريجين وحتى لو عقلهم متفتح وحتى لو مثقفين يقولك ما أريدها تطلع، أنا عندي إمكانية ليش تطلع، أو يأخذها بالبداية كاتفاق يقول إيه ما يخالف خلي تكمل دراسة خلي تتعين، من يأخذها الأمور راح تتغير عنده، راح يشوف الأطفال شيء طبيعي، راح تهمل البيت، راح تهمل الرجال، تهمل الأطفال، لأن تقولك أنا ما ألحق أروح للدوام وأرجع وش وقت أسوي الأكل وش وقت أعتني به وش وقت أنطي حقوق الزوجية، فذن كلهن ما راح ألحق عليهن. هو إيش راح يضطر؟ راح يحكي مرة مرتين راح يصير فجوة بيناتهم، فراح يضطر يلجأ للطريق الثاني، هم المرأة ثانية أو راح يشوف مثل موظفة غيره، مثل إذا نقول هو موظف تعتني به أو بمجال عمله يلقى هماتين شخص يعتني به، أو عن طريق هسه الإلكترونيات من دي يطبون يشوفون ترى أكو شخصيات تطلع بالإلكترونيات قاعدة هماتين تأثر على العوائل، إذا كان رجل وإذا كان مرأة، إذا كان رجل يشوف الشخصية أقوى من زوجته راح يقول أنا شوف هاي شلون شخصية، شوف هاي شلون متكلمة، شوف هاي شلون، مع العلم إذا تجين للواقع تلقين نفس هاي الشخصية اللي موجودة على التواصل أو موجودة هو منبهر بها تلقين عندها معاناة نفس المعاناة ما زوجته ونفس المجال عندها ونفس المشاكل، بس كل إنسانة هذا الكفر اللي إحنا بيه عايشين غير الداخل اللي إحنا عايشين. وكان دائما يطلع وياي، فحياتنا صارت كلش حلوه وصار ارتباطي بي اكثر انه اني تعلقت بهذا الولد لان ملا هذا الفراق، وطبعا انا ما عندي غير طريق واحد انه هو طريق الزواج، فمن شفت الموضوع جد كلش واني على وجه التخرج فقلت له انت شنو يعني نيتك، احنا متعلقين ببعض وانا بعد الكليه اني ناوي اكمل ماجستير، قال ما عندي اي مانع نبقى احنا تكملين ماجستير، تريدين يعني نكمل هيجي لو، قلت له لا خلي يصير ارتباطنا حقيقي ولازم اهلنا يعرفون، خلينا نتزوج اول شيء، وهذا الخطا مالتي يعني المفروض اكمل دراسه يعني هاي اهم. هي المسؤوليه تقع على عاتق الطرفين في نجاح الحياه الزوجيه، ليس فقط على الزوج وليس فقط على الزوجه.
وحتى اللي نفرض أنه الزوجة وضعت بعض الشروط لكن بعد فترة ما نفذها الزوجة، فبهالحالة هذه لازم يعني الطرفين يضحون حتى تستمر الحياة. مو شرط، إذا قلت لك أنا هسه قبل شوية، مو شرط أنه يكون المستوى الثقافي أو المستوى الاجتماعي أو المهني، مو شرط لاستمرار الحياة الزوجية. وأكو أحيانا بعض الحالات بالقانون العراقي الزوجة تحط ما تخلي شرط، لكن تنطي حق، تأخذ حق، تفوض نفسه بحق الطلاق. فالزوج إذا ما نفذ لها الشرط اللي هي تريده، مثلا كأنه تستمر بالدراسة أو تكون مثلا مطلقة وتطلب منها رعاية أولادها وموفى، إلا حق تطلب الطلاق. يبقى هذا يعتمد على الزوج، يوافق أن يعطيها هذا الحق أو ما يوافق. احنا هسه الفجوه اللي صارت عند هاي البنيه او سبب الغلط، احنا نقول اللي اكبر منه، احنا نقول الزواج التقليدي ما نشجع به، بس اذا تجين لهذه الحاله لا، المفروض الاب هم يشارك بالاختيار، مو بس مجرد هي حبت وهي اختارت هاي، لان هي عايشه على اسس واطباع الاب، فلازم يشاركها بالراي وتاخذ برايه، وهو يقول لها اي مثل هذا يفيد لو ما يفيد، لان حتى بمرور الايام اذا عانت او صارت فد مشكله بيناتكم هم ايش راح يقدر، الاب راح يقدر يتدخل، لان هو هم الاختيار كان له، ما راح يحملوها بس هي المسؤوليه، بان انت اللي اختاريتي، انت جبتي، انت سويتي، هذا ترى هم ضغط نفسي راح يصير عليها، فايش راح تسوي؟ راح تحاول تتخلص من هذا الشخص في سبيل تثبت الاهل اي اني كنت غلطانه وهسه تخلصت اني من هاي، حتى ما راح تعتبرها مثل الزواج، يعني غير المعاشره وغير الحب وغير يعني غير هاي الشخصيات او الصداقه اللي قاعده تعيشها. الزواج يعني له اسس كلش قويه، هم هسه اللي دا ياخذوا البنات عن طريق هاي المشاكل دا يشوفوها مجرد مشروع، ما رته هاي فلش المشروع، يعني نقول مشروع هسه نقول عندها محل، عزلت المحل وانتهى الموضوع. الزواج غير شيء، يعني مفاهيمها كلها غلط جايتها. فالابو اذا شارك وياها لنفس الاطباع، هو اللي ربى هذه البنت على اطباع اختياراتها ودوامها ودراستها وكل شيء اختاره لها، المفروض من يجيها الشريك لا، ويشوفها مو صالح لها، حتى لو تحبه تعاني فتره، تنجرح فتره، تنقهر فتره، بس احنا ايش عندنا؟ أنا بالنسبة إلي أقول عن طريق البحث وعن طريق الحالات اللي شفتها، إذا فسخت الخطوبة أهون من ما تقطعين مهر، وإذا طلقت بالمهر أهون من ما تتزوجي، وإذا تزوجت هاي كارثة كبيرة ما إلها حل، لأن راح تصير أطفال، وإذا ما صارت أطفال مرور الزمن أو مرور الأيام من راح تجي على تجربة ثانية، راح هم اسمها بالمجتمع شوية كلمة، إحنا مجتمعنا إيش قد ما يصير كلمة المطلقة جارحة، يعني بحق البنية جارحة، وين من كانت نقول بنية وطالبة وبعدها وين يقولون مطلقة؟ أشوفها، لأنه أنا كانت كل فكري أنه هو راح يعيش نفس العيشة اللي عشتها ويا أهلي ويا والدي، أنه يقبل أنه أبقى بهذا المجال وأنه أكمل دراسة. هو كان موافق على هذا الموضوع، تقدم لي، كان أهلي بالبداية ما مقتنعين، وخاصة والدي قال إيش عجب يعني هيجي شخص، أنتي المفروض تاخذين الشخص يشبهك، يكون فنان، يكون خريج نفس الكلية، يكون. قلت له لا، هو يشبهني وأنا أدري بيه أنه هو يحب هذا المجال، وأنا من خلال هذا المجال أنا عرفته. قال بابا أنا راح أمشي على رأيك، وأنتي أنا طول حياتي ما منعتك من شيء، وكيفك إذا أنتي مقتنعة خلاص ما أجبرك على شيء. قلت له إيه أنا مقتنعة وهذا هو الشخص المناسب. احنا اكو فقره ما موجوده عندنا بالعراق، هاي موجوده بالخارج، اللي من اليوم واحد يريد يتزوج مثل انسانه اكو شروط الزواج ورقه يكتبوها نقاط، فيعطيه اياها يقول انت موافقه على هاي الشروط حتى يكملون مثل المراسيم الزواج ويكملوها، واذا ما موافقه على هاي الشروط يوقفون يم هاي النقطه. احنا هذا الشيء ما عندنا، عندنا مجرد ترحين للمحكمه، الحق القانوني حاضر والغايب والعصمة بيد الرجال أكثر شيء، يعني مو على طول يفوضوها للمرأة وتنتهي أمورهم وتمشي. ما عندنا نقطة يسجلون بأن تكمل دراسة، أو مو بس تكمل دراسة، المطلقة والأرملة اللي عندها أطفال يتكفل بيهم بالقانون موجودة مثبتة، هاي هم ماكو، هاي هم بيها معاناة هواية. فهاي الشروط احنا ما عندنا، روتينا يعني بين قوانيننا وواضحة كلش، يعني الحال أكيد يحتاج، لأن أغلب هسه خلينا نكون واقعين تقريبا القانون ضعيف، لأن أغلب النقاط اللي عندنا وبالأخص بين المرأة والرجل اللي عندنا هسه ما مفعلة هواية نقاط إرادها تغيير، لأن ما مفعلة لا تضمن حق الزوجة ولا تضمن حق الزوج،
بحيث أذن إذا ثبتن ماكو بعدين بمرور الزمن راح تقل تقريبا نقول نسبة الطلاقات، لأن أنت بعد هاي عندك اتفاقية، ما راح تجي للقاضي ما راح ينظر بحالتها بأن هي الآن تريد الحاضر وتأجيل ورا تأجيل تأجيل ورا تأجيل وتحصل على طلاق، لا أنت بابا عندك اتفاقية، هاي اتفاقية أنت اللي خليتي بيها مو الرجل اللي يعني خل بيها وقصر بيها، فعلى اتفاقية ياخذ قرار القاضي، وأنت كذلك عندك اتفاقية، أنت عندك اتفاقية تكمل، فهذولا ما راح أفرقهم لا، بحيث اكو عقوبات راح تصير على الرجل، لازم البنيه تكمل لان انت متفق، انت ماخذها موظفه او ماخذها طالبه، انت متفق ويا اهلها تكمل، شنو اللي صار التغيير بمرور الزمن وانت يعني ايش قد تحبه علاقه زواجهم ناجحه، وايش قد تحبه وايش قد اطفال بيناتهم، من راح توصل بيناتهم مثل انت لازم ما تكملين دراسه، هو متفق وياها تكمل او انت ما تتعينين، ايش راح يصير؟ راح تحسها يعني جرح مثل كرامتها ويريد يعني يتقوى عليها وهواي امور راح تحسها، فايش راح تسوي؟ هي هم راح تقابل مقابلها نفس الشيء هم عناد. فبهالحاله هاي شيء طبيعي اذا هو يعاند وهي تعاند راح تكثر المشاكل بيناتهم، راح يقومون يتحججون يعني باتفه الامور باتفه الاسباب راح يبدون يتحججون. صار الزواج من صار الزواج تعرفين الحياه الزوجيه بالبدايه يعني انشغال ابتعدت وصارت يعني ويا التخرج مالتي وتخرجت و التهيت بالبيت، بس لاحظت اكو شيء انه ام زوجي قريبه عليه كلش، ايش قد ما اني قريبه عليه هي كلش يعني بتصرفاته باشياء يعني ماكو شيء ما يقوله الها، واكو شيء بيناتنا يصير يروح يقول لها، بحيث اني قالت لي كل التاريخ اللي بيناتنا صار، شنو اول لقاء وشنو سوينا وين رحنا وين طلعنا وشنو حكينا كل شيء تعرف عنه، وأنا ما ملاحظة هذا الشيء اللي هو مسولف لي إنه أمه هيك قريبة عليه. بس هذا الموضوع ظل يضايقني، أول شيء ظليت أغار، بعدين قلت لا هاي أمه ومثل ما أنا والدي قريب علي كان، هاي أمه ومن حقه، بس ظلت تتدخل بحياتنا. بعد أني ما استقريت وتعرفيني يعني بعد التخرج وما عندي شيء، بعدني ما صار عندي أطفال، فأتابع شنو يصير. أتابع معارض تنفتح، أتابع أشياء، خلي نروح ما يقبل، ليش؟ لا أنتي مشغولة، أبقى بالبيت، ما أدري شنو أني مشغول، يعني يتحجج لي بحجج مو حلوة، قلت له ليش أنت مو إحنا كنا قبل هيك شيء، ظل إذا أريد نروح مكان يروح يقول لها وياخذ رأيها وإذنها يلا، فأنا هذا الشيء كلش وترني، أنا ما متعودة إنه آخذ إذن أحد حتى، لأن أنا ما بسوي شيء غلط ويعرفون إنه هذا الشيء أحبه، يعني ما راح أسوي شيء ما حلو أو أني ما مهتمة به. يمكن تعتبر أم الزوج هي أحد الأسباب اللي تؤدي لبعض الطلاقات، لذلك التدخلات البعض يتقبلها والبعض الآخر لا، شنو رأيك بتدخلات أم الزوج في الحياة الزوجية وتأثيرها على الشريكين؟ ست الأصل في العلاقة بين الأم والابن هي العقل والمحبة التي لا تنتهي، وعادة الأم تتمنى يكون ابنها يعيش بسعادة دائمة ويستقر بحياته الزوجية، لأن من يرتاح الابن الأم هي راح ترتاح، لكن أكو بعض الحالات قد تكون بسبب سوء طبع وراثي للأم، أو تكون غيرة الأم من الزوجة، أو تكون شخصية الأم قوية ومستبدة ومتناهية إلى أبعد الحدود، بالتالي راح تأثر على الأبناء والبنات بسبب تربيتهم على الخوف، بسبب التسليم للآراء المطلقة للأم وعدم فتح باب المحاورة، بالتالي تكون شخصيتهم ضعيفة وتستمر هذه التداخلات حتى بعد استمرار الحياة الزوجية، وبالتالي تفشل الحياة الزوجية. أكو أمثلة أجتكم طلاقات بسبب الأم؟ ست هنا أنا أمثلة يعني شيء تذكرينه صارت، بس المفروض يستوعبوها، يعني مثلا هسه الابن بهذه الحاله راح يكون يجب ان يعني هو راح يكون يخاف ليكون ابن عاق، وبنفس الوقت راح يخاف من دعوه الام المتسلطه. هنا بهاي الحاله لازم يتبع قول الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وكذلك الحديث النبوي الشريف واستوصوا بالنساء خيرا، فعلى الزوج ان ينصح والدته برفق ويبعد عن ظلم عن الزوجه حتى لو كان من أقرب الناس إليه، وكذلك على الزوجة أيضا وليس فقط الزوجة، على الزوجة أن تتجاوز عن زلات الأم وتساعد الزوج على البر بوالديه، لأنه بما في ذلك من خير إليه في الدنيا وفي الآخرة، لأن أولاده راح يكونون بارين بها وزوجها أكيد راح يحبها ويحترمها أكثر، وبالتالي تنجح الحياة الزوجية. إذا الزوج هو موافق على تدخل
وافقت أمه. مو موافق بس هو يعني لا حول ولا قوة، يقول لك يعني يكون ضعيف يقول لك أمي وهذا طبعها، أمي وهذا طبعها، أنا شنو اللي بيدي أسوي؟ بس لا ما يجوز. الزوجة لها خصوصية ولها احترامها وما يصير تنظلم حتى لو من أقرب الناس. وبنفس الوقت الزوجة مثلا لازم تساعد الزوج على البر بوالديه واحترامهم. الزوج الأم الزوج كالأم. الله من رضى الوالدين ولازم يرضى والدته، ولازم ما يقدر يعني حتى لو زوجته على حق ما يقدر يجرح والدته، ولازم هواي أمور فلازم يقول لها تتحملين أنت تحملي لأن هاي والدتي وهاي. طبعا أنا ضد هذا الشيء لأنه بات إحنا أكو حالات هسه أنا هماتين أكو حالات جتني هيك شيء، البنية مظلومة ويعني والأم متدخلة، ولأن والله أنا ما أقدر أنطي بأمي وما أقدر يعني مثل أكسر حكايتها ورب العالمين يحاسبني، ونعمة بلا رب العالمين يحاسب بس ما يحاسب على هيك شيء. يعني مو البنية إذا كانت مو مذنبة وما غلطانة والله على مود أريد رضات الأم لازم أنا البنية أذيها لو أطلقها لو أدزها لأهلها. بهالحالة الزوجة واحدة مثلين إذا كانت تحب وتقدر تكمل إحنا شو نقول؟ نقول الصادق الأم، تحاول الصادق الأم بكل الصورة، لأن بالأصل الرجل هو ما موجود بالبيت، هي موجودة الزوجة وموجودة الأم، فإذا حاولت تتقربها وتكسبها راح تخف ضغوطات الأم على الولد، ما راح تظل تضغط عليه حتى لو وراها، بس ما راح تضغط عليه لأن هو راح أكو صورة تبين قدامه هم زينين ما بيهم شيء لأن هي دا تكسبها. بس إحنا هم عندنا بناتنا الله يسلمهن ما يحبن يعني شنو تتدخل بحياتنا، شنو وإذا أمه شنو هاي، يعني هم تكبر راسها نوبات يعني ما تطي من نفسها. فهي إذا صادقة الأم راح تكسب، رغم أكو مهات صراحة كلش كلش قاسيات، يعني حتى إيش قد ما البنية تريد تتقرب لهن وتصادقهن متى تصادق، بس تحاول يعني أن تكون إحنا بيتنا عقلها كبير ويصير واسع وواعي، لأن تريد تبني هي مثل ما يقولون بيت، تريد تأسس عائلة، تريد تبني مجتمع، لأن هي وراء هذا كله أساس، هذا كله أساس إلها. تبدي من بالبداية أنت من تزوجتي هذا أساس، يعني مشروع الزواج أساس، وبعدين يصيرون عدك أطفال والبيت راح ينجح والبيت راح يكون مجتمع، لأن دول راح يكبرون راح يتخرجون راح هم يأخذون نفس الخطوات اللي إحنا أخذناها راح يأخذوها. زين إذا إحنا من البداية فشل إحنا إيش راح نربي جهاننا؟ ولا تتدخل بحياتي، تتدخل بلبسي، تتدخل بكل شيء بكل شيء، يعني الأمية فظيعة التدخلات مالتها. خلال هاي الفترة أنا ما أدري بنفسي طلعت حامل، صار يعني من عرف إنه أنا حامل كلش تعامله صار حلو وياي وظل يهتم بي أكثر، ويحاول إنه اللي الشيء اللي أريده يقول لي إيه نروح من تصيرين زينة، وظل يتحجج بالحمل مالتي ما نروح لأن ها لأن تتعبين ها اللي يصير عندك الوحام، تعرفين هاي البداية التقيؤات وهاي، يقول لي إيه مو روحي هناك وتختنقين ومكان وما يصير، خاصة هاي فترة كورونا كانت ها راح تنعدين. زين هو أدري أني هو المواضيع كلها توقفت، بس والله حتى المتنبي مثلا توقف ماكو يطلعون، بس أني أحب هذا الشيء أريد أطلع، أنا متعودة. صارت الطفلة الأولى عندي وحياتي شبه ميتة، يعني أنا ما متعودة على هيك شيء، كئيبة دائما. الأم هاي كل شيء لازم اللي شريد أسوي لازم أقول لها قبل هذا الشيء. ظليت على هذا الوضع، يعني كبرت ابنية صار سنتين، صار عندي حمل ثاني. من صار الحمل الثاني أنا كنت كلش مضايقة ونفسيتي تعبانة، فظليت أكثر شيء أروح لأهلي، دائما أروح لأهلي. أبويا لاحظ هذا الشيء قال لي ها شنو المشاكل صايرة بحياتك، ليش ما تقول لي اللي سولفي لي؟ فسولفت له كل شيء من البداية. هو ما كان يدري هذا الشيء إنه أمي تدخل، قال ليش ما قلتي لي من البداية؟ كان يقول كل شيء إلا تعامله وإلا طريقته، بس أنت يعني هسه تقدري تعالجي الموضوع لأن صار أطفال وما يصير إنه بعد البيت تهدي وهايدي. قلت لي إيه أنا ما ناوية إنه أهد هذا البيت، بس إلى متى أنا أبقى أجامل وأبقى أسوي الأشياء اللي هم يفرضوها علي؟ قال لي يعني بابا نصحنا بنصائح. صار عندي أنا الطفل الثاني وبالبداية تميت بي، بعدين ظليت أقول لي البدائل، يعني إذا أنت ما تطلع وياي فصديقتي فلانة، فهو شلون يرضى بالموضوع بس على مود يخرج من دائرة إنه أمه تقول لها رحت ما تقبل ما أدري شنو إنه راحت ويا صديقتي. فظليت أطلع ويا صديقاتي، ظلوا يشككون بي وين راحت وين إجت شنو تطلع وأنت ما تدري هاي، قال لها لا أدري هاي الأمه. يعني ست سعاد شنو تعريفكم للشك؟ ست الشك يعني المفروض الزوجة تحسن الظن بالزوجة،
يعني مو كل كلمة يقول لي هي راح تفسرها شك. لا، ليش ما تفسر كلامه خوف ومحبة لها واحترام وخاف عليها وعلى أطفالها؟ ليش تفسرها شك؟ ممكن يعني المفروض الزوجة تحمل الزوج على أفضل المحامل، ما تكون هاي الكراهية بيناتهم رأساً هذا الشك وغيره. لا، ست حالات الشك معروفة، مثلاً قوية يعني مثلاً يتهمها بالخيانة الزوجية أو مثلاً يسمعها ألفاظ جارحة. هنا طبعاً الحالة النفسية للزوجة معنوياً ونفسياً راح كلش تتأذى، طبعاً ما راح تقدر تستمر، راح تصير استحالة بالاستمرار، راح تطلب الطلاق. بس مع ذلك حتى لو بهذه الحالة وكان هناك أطفال، على الزوجة ألا تتسرع في هذا الموضوع أطلاقاً. إذا كان هناك أطفال عليها بالنصح، عليها بالإرشاد، وتستند للعديد من النصوص التشريعية ليتحذر من اتهام الأبرياء بما ليس فيهم ومن العواقب الوخيمة على ذلك. ومع ذلك أكو مثلاً حالات إذا الزوج، شوف إحنا أن القانون العراقي كان منصف للزوجة بهذا الموضوع، لأنه مثلاً إذا الزوج كان عنده شك واتهم الزوجة بالخيانة الزوجية وقام عليها دعوة بمحكمة التحقيق وفقاً للمادة 377 عقوبات خيانة زوجية، واستمرت الدعوة وكملت إجراءاتها والمحكمة حكمت بالإفراج لعدم كفاية الأدلة على الزوجة، هنا بهذه الحالة مستحيل الزوجة راح تستمر بالحياة الزوجية، لأن صار تشهير بالسمعة والإساءة، فمستحيل تقدر تستمر. تقدر تقيم دعوة محكمة الأحوال الشخصية على المادة 40 وتطلب التفريق القضائي، والقاضي أكيد راح يفرق. إحنا بالنسبة مو ضد مواهبهن ولا ضد دوامهن ولا ضد وظائفهن، بالعكس يمكن يوم تصير مساندة للرجل، هو ما عنده الإمكانية اللي يقدر يكمل عائلة، هي مساندة له. إحنا نشجع بناتنا على الدراسة وعلى مواهبهن وعلى طموحاتهن، لأن أنت من راح تقتلين شيء هذا اللي بداخله، فش راح تسوي بالبيت؟ من راح تقعد؟ راح تقعد مكبودة، راح طبعا تدور مشاكل ويا الرجل وغيره وغيره، راح تكبر هم نفس الشيء. فبالعكس كون الرجل يكون متفاهم، الموهبة اللي هي تحبها يشجعها عليها حتى يكسبها، ما تصير فجوة بيناتهم. ومال تتجه للصديقة، احنا بالنسبة لنا نقول اكيد يعني هو المفروض سرها وزايدة ونقصة تصير عند الرجل، بالاخص لان هي صارت عندها حياة زوجية. بس اكو بين متمسكات بصديقات، اكو صديقات سوء راح تدفعها ازيد من ام الزوجة والزوج، لا ما يفيد وما يصير، وهو ده يشك بيك وهو هيك وهيك، يعني تكبر المساله براسها. وهي تقول لك صديقتي حريصه عليه، صديقه الطفوله والعمل والمواهب، هاي تحبني مو مثله هو، راح لانه هو راح يصير عندها عدو بالنسبه لها من هيك ده يسويها. واكو بنات صديقات لا ينصحنها ويقول ما بيها شيء، يعني حبا بيك، غيره عليك، خوفا عليك، هو ده يتابعك. او هاي هم اكو نقطه الصديقه تقدر تساعد بها النجاح حياه الزوجيه مال البنيه، وتقدر تخليها تفشل، مو إلا ترى الأم أو الأهل هم اللي يشاركون بها، هاي وحدة. وبالنسبة له هو للمراقبة، إذا كانت هي من البداية محسسة أنا يابا مثل أخاف عليش تروحين لفلان مكان، تنطيني خبر مثل بالتليفون وهاي ورح انتظرك، أو تعطيني خبر أنت بفلان مكان راح أجيش، فهيدا تحس بأن هو من دا يجي مو يعني يراقبها، بالعكس هاي خوفا عليها وغيرة عليها وحرصا عليها، لأن إحنا وقتنا هم مو زين، فشي طبيعي زوجته والشرع والقانون يعني مخولة بهذا الشيء. اثنين، وثانيا احنا هسه البنات واصدقاء السوء دا يدفع عن البنيه كل شيء، يعني لا سمح الله هاي الحالات تصير عندنا، مخدرات والاغتصاب والتجاره بالاعضاء البشريه، كلها هاي تصير باسباب هاي الصداقات والعلاقات اللي اختيار حشاش غلط اللي صديقه او صديق، فدا تودي للهاويه، فهو حقه هم يخاف على هالشيء. بس اذا كان مراقبه بدون ما تدري وبدون ما حاسه وبدون هواي امور، واكو مشاكل بالبيت، اكو فجوه بيناتهم، لا هاي تعتبر شك، هاي مو غيره، هل قاعد يدور وراها ويتابع شي يريد يلزم عليها فزله، حتى يقول لك باكر عقبه اني من راح تشتكي علي او راح تقول اني مقصره، هاي انا اقوم شوفوا بيتكم بفلان مكان، هذا يعتبر شك. فضل يراقبني، ظل يراقبني من انا اطلع واني طالعه وجهال وياي، وشلون يعني ممكن اسوي شي غلط او هو يحس بهيك شي او يحس بهيك شي. من عرفت جاي يراقبني ويراقب تليفوني، وطبعا هاي قد ما امه تحكي وهاي، انا بعد قلت هذا الانسان ما اكمل وياه، قررت راسا انه هو ما دام يراقبني انا ما اكمل وياه، اخذت اطفالي وغراضي ورحت البيت بدون ما اقول لهم اي شيء، عبالهم انا رايحه زياره يسال يطمئن. بس انا قلت لوالدي، قلت والدي هو يحترم رايي، قلت له بابا ما اكمل وياه، هذا الإنسان مريض وأنا إلى متى أبقى أجاملهم؟ أنا أريد لا دراسة خلاني أكمل
ولا الشيء اللي أحبه خلاني بنفس الشيء أتواصل يعني بالمجال اللي أنا أحبه. حتى تركت الرسم، لا أرسم، لا موهبتي راحت. طيب هنا أنا الزوج فقط راقب الزوجة، يعني ما وصلت إلى أنه شك بخيانة زوجية مثل ما تفضلتي. بعض الطلاقات يمكن الشك هو يعتبر شك لخيانة أو لأسباب، ممكن أسباب كبيرة، لكن هنا أنا راقبها. فشنو رأيك بفكرتها بأنه أنا لازم أطلق لأنه زوجي راقبني وراقب التليفون؟ أنا خوف وحرص، شكو بيها إذا زوجي أنا ما يراقبني ويخاف علي؟ لعد من يحرص علي ويخاف علي؟ ليش أفسر شك؟ ست يعني الخطأ موجود، وسبحان اللي ما يرتكب خطأ. الخطأ وارد لا محالة، وإحنا ما معصومين من الأخطاء. يعني على كل زلة أنا حاسب الزوج وأوقف، أو الزوجة كل غلطة بالزوج حاسبها. هي حياة زوجية مشاركة، بناء مستقبل، أولاد، بالتالي بناء مجتمع. لازم ست كل طرف يكون متسامح ويتنازل ويضحي حتى تستمر الحياة. خلي الجهال يمك حتى تذوق اللوعة مالتي، خلي الجهال يمك شوف مسؤوليتهم. خلي، لأن أنتوا تعاتبون المرأة تقولون أنت ما تعبانة، أنت شو مسوية، أنت ليش قاعدة، وشنو الجهال نمونة، وشنو شغل البيت نمونة، وشنو هاي الأسباب اللي قاعد الرجال يسمعها للمرأة. والمرأة شو تسوي؟ أسهل ما يكون طلعت البيت أهلها دبت الأطفال على أبو، وروح أنت تحمل مسؤولية وأهلك يتحملون مسؤولية. هاي هو هذا أصلا ضياع بحالة، لأن ذولا ما لهم ذنب. فش راح يصير مثل الكرة بساحة بين الفريقين، أنت تحمل مسؤولية أو أنت تتحملين مسؤولية. راح تنسى بمرور الأيام، ترى كل شيء اللي دا يصير بيناتهم راح يطبع بعقل الأطفال، فراح يقولون بالذاكرة مالتهم. في يوم من الأيام إحنا أمنا ذبتنا على أبونا ما تحملت مسؤوليتنا، أو أبونا ذبنا على أمنا ما ذكرنا ما تحمل مسؤوليتنا. فهم نسوا نفسية الأطفال، حايرين بس بنفسهم. هي تفكر بنفسها، والله شلون أني أذلة وأذيه وهاي بالأطفال، وهو يفكر شلون أني أتخلص من عدها أو أذيها هم بالأطفال. فهذول أصلا هم ضحية المجتمع. الأطفال اثنين، يعني ترى الأطفال أهم من كل شيء. هي خريجة جامعية نعم، بس أطفال يعني أنطي مجال، أحاول أصلح، أحاول أقنع، أحاول أكسب بأي تصرف معين، وبالتالي أحقق اللي أريده، مو أطلب الطلاق. قلي براحتش، اللي انت ترتاحين نسويه، وهاي تجربة تعلمتي من يمها وماكو مشكلة، وكل شيء متقبلين الموضوع كل. بس احنا شلون نحكي وياه؟ بنواجهنا طبعا، هو رفض وقال انا الاطفال ياخذهم، واخذ الاطفال هنا اني يعني قلت عادي خلي ياخذهم بالبداية، بس راح يشوف تعبهم. هي الام تكفلت بكل شيء والاطفال تعودوا عليه فترة بقوا. في كل حالة طلاق إذا كان في أطفال فأكيد هم الضحية. في هذه الحالة يوجد طفلين، والأم في البداية استغنت عن حضانتهم بعدين عادوا لهم. شنو رأيك بالحضانة وممكن توضيح لها أكثر في المحاكم العراقية؟ في عندنا مشاكل هواية حول حضانة الأطفال. أولاً المفروض الأم تستغني عن أطفالها، لأن دول أطفالها هي ولدت بيهم، وهي تعبت عليهم، وهي ضحت يعني ما تنطيهم، عارفان استغربت من أنطتهم. على العموم بعدين رجعت هي أخذتهم، لأن الأطفال هم الأم هي اللي ما نقول هي الأب وهي المدرسة وهي كل شيء الأم، يعني صعبة. وأكيد رجعتهم هي بعدين. طبعاً لازم تضحي، ضحي على مودهم، تفكر بيهم، وبعدين أحقق اللي أريده، مو مشكلة. وست بعدين هي ذكرت فت فقرة يجوز هسه هي تسمعني، من قالت أني انفصلت وهاي تجربة وراح أحاول ألقى شخص يشبهني 100%. وين أكو هيجي شيء؟ تلقين شريك بالحياة يشبهك 100%؟ استحالة. يعني هم لازم أكو اختلاف بين الطرفين، وكل طرف يكمل الطرف الثاني. أكو تشابه، فهي طلبت في شيء مستحيل تفكيرها بعد. لا طبعا غلط، وأكو يعني حشة من الغلط. الوالد هم إلى غلط بهذا الطلاق، لأن أنت حتى لو بنتك اختارت يعني اختيار المو صحيح، المفروض أنت ما تشجعها على هالشي، لأن أنت إذا تحب بنتك وتريد مصلحتها من البداية، إذا هيك متمسك بها لا تزوجها. وإذا أنت ما دام رضيت ورضيت برأيها ورضيت بالشي تحبه، يعني أنت المفروض ما دام تحبها مثل ما هي شي تحبه أنت ما تحبه، فأنت المفروض توقف ضدها، لأن صاروا أطفال. والمفروض بالعكس أنت اللي توعيها، مو تشجعها تنفصل، والله لا أحسن الموهبة وأحسن الدراسة وهاي. لا أنا بهذه الفقرة صحيح قلت لك البنية مستقبلها الدراسة والراتب هاي، بس ما دام بها أطفال لا أضحي على مود أطفالي، ما مستعدة أختار الموهبة والدراسة على مود أطفالي.
لان هذول الاطفال هم الضياع، هم احنا اللي دا نشوفهم متسولين، دا نشوفهم يتاجرون بهم، دا نشوفهم بدار الايتام، دا نشوفهم دا يدقون كل باب. هم ذول الاطفال، هاي العوائل منين دا يجون؟ الام ما تريدهم، الاب ما يريدهم، وين يروحون؟ يلجؤون راح للشارع، والشارع ما تدرين بيش راح يصادفون. اللي اكو عوائل صدق تقدر تنقذهم، واللي ما نقدر احنا ننقذهم اصلا، هو هذا الضياع. انا هنا كلش تاذيت، قدرت انه اقدم على الدراسات وانقبلت، وهم بعيدين علي. فبعدين انه قلت له احنا لازم ننفصل، يعني نشوف حياتي وهذه، وما عندي مشكله يبقون الاطفال يمك. فعادي يعني قال انت بقرارك، بس ان انا اذا تريدين انت روحي وانت سوي كل شيء، انا ما لي علاقه، المهم الاطفال يمي. طبعا انا اقدر اخذهم بس اشوفهم يعني هم مرتاحين هيك شيء، واني قلت بعدين راح اقوي علاقتي بيهم واشوف شلون. بس هسه جاي افكر اهم شيء بالدراسه. فرفعت قضيه هماتين نفس الوقت، واني يعني انفصلنا، بس بقوا الاطفال احنا بالتفاهم بيناتنا، يعني يم يبقون لحد ما هم شلون الاطفال ظلوا من يروحون يرجعون متعلقين بي. فصارت مشكلتنا على الاطفال. الحضانة من عمر 0 إلى 10 سنوات، وبعدين من عمر 10 سنوات إلى 15 سنة، ممكن توضيح إلها شلون راح تكون؟ وبعد 15 سنة هل الأطفال يكونون مخيرين باختيار أحد الوالدين؟ من عمر يعني يوم إلى عمر، من عمر يوم إلى عمر 10 سنوات هي تكون الحضانة للأم، من 10 إلى 15 تمديد حضانة عن طريق المحكمة، ولا 15 يعني المحكمة تشوف من اللي أصلح، الأم أو الأب. لكن من عمر 1 إلى 10 أكيد يعني الأم لا نقاش يعني بيها. لكن بعض الحالات تكون الأم ما تستحقها لعدة أسباب، تكون مريضة، تكون مهملة، أو يكون الطفل تعرض إلى حادث، أكو أسباب يعني ما يكون مكان سكن للأطفال. طبعا المحكمة بكل الأحوال تطلع تسوي بحث، تحل الأم والأب للجنة الطبية للفحص، وبحث اجتماعي على مكان السكن، هل المكان مناسب للسكن الأولاد أو لا، وبعدين يصدرون قرارهم بمحكمة هي تقرر، واستماع على البينة الشخصية من أفضل، وبعدين المحكمة تقرر. أحيانا يكون الأب مريض أو مدمن، مستحيل الأطفال يكونون، أو تكون الأم مريضة أو مدمنة أو عدها سبب، أو محكومة مثلا. ليش ما واي عندنا يجي حالات المحكمة هي تقرر من الأفضل ومن الأصلح بعد التأكد. بعد 10 إلى 15 يحق لهم الاختيار. بعد إيه يحق لهم الاختيار؟ وعادة الأبناء يختارون الشخص اللي بقوا من يما طول هاي الفترة أكيد. والمحكمة تحاول مثلا بعين الاعتبار تنظر الأطفال، ما تفرقهم، إذا مثلا أحد اختار تحاول تجمعهم، تحاول توفر لهم الأصلح، البيئة الأصلح لهم، ضمان مستقبلهم. فأنا قلت له لازم أخذهم، وأنا رفعت القضية لأنهم يمه ومن حق الحضانة، وها صارت مشكلة بيناتنا، وبعدين النفقة والمشاهدة، صارت مشكلة كلش عويصة على مود الأطفال. بس هو بالتالي هم إلي مرجعهم، بس حسسته يعني شون أهميتهم وشون يعتني بيهم، يحتاج لهيك وقت، يحتاج له يفرغ نفسه. أنا ما مقصرين أهلي وياي هسه وأطفالي يمي، وبس دخلنا موضوع المشاهدة بقت بس هاي المشكلة، نروح بمكان ويا أما بالمحكمة، بعدين حولنا المكان هو مثل الروضة، ويجي هو ويشوف الأطفال. الصراحة أنا ما أثق، لأنه ظليت إن أخاف ياخذهم وبعد ما يرجعهم أو يسوي هالشي، لأن عنده هيك تفكير. فظليت بهذا المكان، بس أحسهم ما مرتاحين ويريدون يشوفون أبوهم أكثر وقت، يريدون يلعبون وياه، بس بعدني ما أثق بي أكثر، وأنا ما بتفرغه حتى أروح المكان اللي هو بي أو يريد يأخذهم. فهاي مشكلتي أنا بس بهاي موضوع الأطفال. حياتي تمام، أنا المهم مريت التجربة، بس هسه جاي أكمل دراسة وأطفالي يمي ووالدي مساندني، وأحس إنه غلط من البداية ما أخذت إنسان يشبهني 100%. وهسه حاليا ما أفكر بزواج، بس أفكر إنه أكمل دراسة وأكمل طموحي أول شيء، وإذا أجى شخص يشبهني ذاك الوقت عد أتزوج. بالنهاية سؤال، هل أنت راضية على هذا الطلاق؟ بمعنى انه انت ممكن تجيك شي حالات تستقبليها؟ لا ما راضيه، لانه لازم تفكر باولادها وتفكر ببيتها وتنطي مجال اكثر، وتحاول تصلح الزوجه، تحاول تقنعه،
تفكر بالأولاد أولاً وأخيراً، وبعدين الأمور الباقية كلها تجي. أحياناً أكو أسباب قوية اللي نشوفها بالمحاكم، مثلاً المخدرات منتشرة بشكل كلش كبير، طبعاً تهدم بيت، تخلي حتى يخلي زوجته تتعاطى، تأثر على تربيتها لأولادها، ويكون عندها سوابق، وإحنا ما نريد نكون، نريد نكون منصفين. فعلاً أكو حالات تستوجب الطلاق، وما يصير يستمرون، وإذا استمروا يصير جريمة. لا طبعاً أكو حالات تستوجب، لازم المرأة تنفصل، بس أكو حالات مثل هذه الحالة إنه لا تقدر تتنازل، تتنازل لازم تضحي، لازم الزوج هم يتنازل ويضحي خاطر أطفالهم. البيت ما ينهدم إلا الأسباب قوية جدا، مو بسهولة ينهدم، وبعدين العائلة كلها تتفلش. عندي بنية مواليد 97، صار لها 10 سنين متزوجة، يعني هي هم صغيرة بالدراسة، يعني كبر وياها الولد، وهاي اثنين هم يدرسون نفس المرحلة. تخرجوا، تعيين ماكو، انخطبت والزوجة صارت قسمة، والزوجة قعدت ويا أهل الولد. فالولد إيش فتح؟ فتح كوزمتك مال، يعني هاي النسائية. وهاي البنية ما لقت هم تعين، اشتغلت بمعجنات. فبالبداية هي أني حسب الحالة اللي توصلت لها، بداية الحمل مالتها قبل لا تشتغل هي بالمعجنات، هو عنده كوزمتك، تقول يعني شافت صعوبة بالحمل مالتها، وهاي كل شافت صعوبة، فهو بدأ هنا ينفر من عندها، يعني من يجيبوها يم أهلها وتجي ومريضة وهيك شيء، فبدأ يسحب روحها الرجل من عندها. يعني المثقفين احنا والدارسين المفروض المرأة من تكون يعني بهيك وضع يكون هو أقرب إنسان إلها، هو المساند إلها، لأن إذا تجين للأصل المرأة العراقية ليش تتخلف ألمن غير هو إله؟ مهمتين خلفته، مو أساس إله، مو محبة به قاعدة تجيب هذا الطفل. فالمفروض اثنينهم، صحيح الأم يعني هي اللي تحمل بالبطن، بس المفروض هو يصير سند إلها حتى لا تحس بهاي الآلام وهاي المعاناة الولادة والأمراض اللي تجيها وهاي. فشي طبيعي راح يصير عندها تغير، تغير مزاجي وكل شيء راح يصير تغير، فالمفروض بهيك شيء يتحملها. هو لا، بدأ ينفر من عندها. فكملت يعني الولادة مالتها، البداية جابت بنية، هي هاي الحالة اللي عندي. تقول بالولادة الثانية الولد اللي هماتين يعني حبلتنا، تقول أنا شفت قام يبتعد من عندي. تقول بالولادة الثانية يعني على طول يحسس احنا لا تعين ولا أبد، والظروف هاي والحالة يعني قام كل شيء يتحجج، أو مثل هي ما بيها حال تجيب الأكل ما يريده يشمره، أو مثل يريشي على بول ليش تأخرتي عليه، وهاي يعني أكو قام يطلع أسباب هواية. تقول أنا قمت أتحملها. فأنا إيش قلتها؟ قلتها شنو دور الأم والأبو، لأن أنتوا قاعدين ببيت ويا الأهل، شنو دور الأم والأبو بهذه الحالة؟ تقول كلش متعاونين وكلش يحبوني. شوفي الأم إيش كسبت، كاسبة يعني، بحيث تحكي على ابنها على مود البنية، سندوها للبنية هنا ما عافوها، بحيث تقول بمرور الأيام فجابت البنية والولد، اكتشفت عن طريق والله هو نافر نافر معها عدة علاقة ثانية اكتشفته. اي فتقول اني بالنسبه لي احكي ويا مره مرتين قام يعنف بها يقتلها، بحيث يعني قتل كلش صعب، يعني مره خنق يعني هيك يريد تموت، ويقول لها انا اتمنى موتك، واتمنى يعني ولا ما بقينا بعقل الثقافه ولا التخرج مالتهم ولا الدراسه، رجعنا العصر كلش كلش تعبان اللي ولا طابين هذا المجال ولا مثقفين ولا واصلين دراسه ولا ابد. فمن دخلت انسانه ثانيه بحياته قام يشوف كل شيء عند زوجته ما مرغوب ما يريده بعد. عانت ما عانت، أهلها مش شافوا البنية هي شي دا تتأذى، وبس الأهل سانديها والرجال ما يريدها سحبوا بيتهم، من سحبوا بيتهم الأطفال دبتهم عليها. شوفي عانت بولادتهم بتعبهم جابتهم خلتهم على أرض الواقع، بالأخير نفرتهم. ليش؟ إشقد شاف الظلم من عنده، ومن عنده تعنيف ومعاناة طلعتها بالأطفال. هاك هاي جهالك، والأطفال بعدهم أطفال. وأني بالنسبة إلي واشتغلت وراها هي، لأن هي هم تقول لك أنا اهتم بروحي بعد، اشتغلت طبت غير عالم، إذا شوف روحها قامت، كانت بالبداية المريضة والتعبانة قامت تعتني بروحها، قامت تغير من نفسها، نفسيتها تغيرت. هو لجا الطريق، هي لجأت الطريق، طريق هي عملها وهو هم طريقة لجأ إلى، شالت الجهال دبتهم على الأبو، انفصلت. من انفصلت هسه البنية عايشة تريد يعني بعلاقة ثانية تريد تتزوج، بس شنو بدها تسوي؟ تروح البيت أهل الزوج على مود تشوف الجهال، شوف الجهال الضحية اللي صاروا، تروح تشوف الجهال دول متولعين بأمهم، ولا يقدرون الأبو ولا الأم، يقولوا لها يتوسلون بها خذينا يمج، هي لين قامت تفكر بعد بشخص ثاني ما تريدهم بعد، ودا تعاقب أبوهم بيهم، يعني هسه الضحية منو صار؟
الأطفال صاروا، لأن اثنينهم بعد كبروا ويقدرون يختارون مرة ثانية والثالثة يختارون، بس شنو ما يفكرون بمرور الأيام ترى هاي الأطفال إلها حوبة، وراح هذا اختيارهم كله المستقبل يصير غلط إذا كان زواج ثاني أو علاقة ثانية.